موضوع النهارده من حدوته المصريه. الحقيقه النهارده عندنا ملف خاص لشخصيه كثيرا ما تركت بصمه وعلامه خاصه في عالم الترجمه والدراسات العربيه والدراسات الانجليزيه، كانت احد الجسور الهامه جدا في ربط الثقافه المصريه او العربيه بشكل عام مع العالم الغربي. له الكثير من التراجم وعن شخصيات عديده وشخصيات اعتقد انها تركت بصمه يعني هامه جدا في الادب العربي. هو باحث ومترجم، والدكتور هامفري ديفيز اللي مؤخرا طبعا صدر لي اصدار عن الجامعه الامريكيه عن شوارع القاهره. هذا الإصدار اللي هو تحت عنوان A Field Guide to the Street Names Central Cairo أو شوارع القاهرة، عامل نوع من الجدارية الجميلة جدا فسيفساء لأهم الشوارع والمناطق، التسمية بتاعت الشوارع، تاريخها، رصد الحقيقة أكثر من رائع لأهم مناطق وشوارع القاهرة. طبعا هامفري ديفيز الحقيقة من الشخصيات اللي ترجمت أو يعني عنده طبعا درس اللغة العربية وترجم مجموعة من الأعمال متنوعة الأسماء عديدة جدا، منها طبعا بهاء طاهر، حمدي جزار، نجيب محفوظ، إياس خوري، مجموعة متنوعة من التراجم اللي قدر يقدم منها زي ما قلت قراءة متنوعة ومختلفة وثرية الأدب العربي. هيكون معانا النهارده فاطمه في لقاء خاص من حدوته مصريه. الحقيقه وسط البلد او وسط القاهره كانت ملهمه للكثيرين، يعني طبعا سواء مصريين او اجانب. والفقره الاولى بتكون عن الترجمه الادبيه او السياق الادبي، الفقره الثانيه عن الترجمه العلميه. وغياب احد القامات في الترجمه العلميه العربيه الدكتور مصطفى فهمي، والحقيقه غيابه بيطرح الكثير من الاسئله حول الترجمه العربيه وكم الترجمة العربية ونوع الترجمة العربية الخاصة في المجال العلمي. مصطفى فهمي خد أهم جوائز الترجمة العلمية في مصر والعالم العربي، ترجم أهم عيون أو أهم الكتابات التي يعني كانت ما بين العلم والأدب، أعظم استعراض على الأرض وكتب ستيفن هاوكينج عن الفيزياء والكيمياء. والجدير بالذكر أن دكتور مصطفى فهمي لم يبدأ الترجمة إلا بعد أن أحيل إلى المعاش، يعني بدأ حياته تماما بعد سن الستين. وترجمة كمان لا بأس به، وترجمة يعني قيمة جدا. احنا في رحاب يعني ذكراه الأربعين تقريبا يعني القريبة، غيابه وتأثيره بيكون معنا دكتور أنور مغيث، الأستاذ بجامعة حلوان ومركز المركز القومي للترجمة، رئيس المركز القومي للترجمة، بتكون فقرتنا الثانية لهذا اليوم. عندنا بقى فقرة خاصة عن كتاب الإنسان والأمل. طبعا الأمل لا شك أن كلنا محتاجين طاقة من الأمل تسكن القلوب والعقول والوجدان. عندنا إصدار خاص عن الأمل والإنسان والأمل أو هذا الكتاب، هيكون معنا الدكتور حسن يوسف طه، أستاذ فلسفة الفن بأكاديمية الفنون. هنحاول نقدم قراءة طبعا لهذا الكتاب، وقراءة ربما يعني إزاي ممكن يكون فيه طاقة إيجابية، نحاول نخرج من حالة الإحباط واليأس. هل هذا الكتاب ممكن يرد على هذه التساؤلات؟ هل ممكن ان هو يشع بهجه وامل ويحاول يقدم لنا قراءه مختلفه للواقع لو في اي نوع من الاشياء اللي ممكن تكون مليئه بالسلبيات حوالينا؟ اسئله كثيره اعتقد هذا الكتاب لما ندخل في تفاصيله ونشوف هو ايه المنهج اللي مستخدمه، اعتقد ان هو هيكون في اجابات وافيه. يعني استاذ فلسفه الفن هيتكلم يعني عن دور الفن يعني بشكل مستفيض طبعا، والغريب جدا انه بيتطرق لكامي وهو يعني مفترض انه متشائم، فهيتكلم عنه من منطلق من منظور امل. يعني الحقيقه ان كتابه بين الادب والفلسفه والفن وجوله مع الانسان والامل وتاريخ الانسان والامل منذ الملاحم الاغريقيه القديمه وحتى فلسفه العصر الحديث. وبعد الفاصل مشاهدينا لقائنا مع الفقره الاولى والزميله هبه فهمي.